الحمد لله انتهت أول ورشة من نوعها في الخليج، حققت أهدافها، لن نتوقف إن شاء الله. هناك المزيد من الورش سوف يتم الإعلان عنها عن قريب. اهلا، معك مريم بستكي. حضرت ورشه السوفت كلاس مع يدوي جروب لبنى. كانت تجربه وايد حلوه، تعلمت فيها شلون نتعامل مع السوفت كلاس والبيسكس والتكنيكس. دائما اشوف هذا السوفت كلاس انه شيء وايد صعب، بس بهالورشه تعلمنا الاساسيات مع مدرب التركي جوتشلو وجروب لبنى. تجربه وايد حلوه ممتعه، انصح الكل يجربها. It's amazing.